على هذا السطح البسيط زرع أصناف نادرة من الفواكه من قبل مواطن بابلي متحديا المناخ الزراعي الصعب. يتجول العم كامل داخل حديقته والتي تحتوي على أنواع نادرة من الفواكه. هنا يقوم بتجهيز معداته لسقي مزروعاته، مضيفا لها بعض المواد التي تساعد على إدامة هذه المزروعات، إضافة إلى توفير أجواء مناسبة لها. الغاية مالتي إنه أزرع شغلات أول شيء ما موجودة من عندها، وأكثرهم من تقول لي أبو حسن يقول لك رأس المصير. إحنا مثل ما شفتوا عندنا أشجار مثمرة من فضل الله، ونزرع النادر، يعني ما نزرع الشيء المتعارف عليه بالبداية، نتعب عليه وتجارب عليه وإلى أن يصير. أي شجرة تزرعها من البداية هي كأنه طفل خدج، يحتاج لها رعاية بالبداية إلى أن يمضي عليها موسم تنزل من الأرض تصير. طبعا التسميد بالشتاء، هاي الشغلات المهمة. يعني ارتفاع درجات الحرارة وضعف الدعم الحكومي للفلاحين أثر كثيرا على الزراعة في العراق، فيما طالب المواطن كامل بضرورة تقديم الدعم الكامل للفلاح العراقي، وأهمه توفير المياه له. المطلوب توفير الأسمدة للفلاح، توفير حصة المائية للفلاح، والإرشادات الزراعية هي هاي مقومات الزراعة كلها. يعني مثلا إذا أكو دوائر خاصة بالزراعة، احنا عندنا دوائر خاصة بس ما لها دور، يعني ما شايفين مثلا تطلع مثلا للحقول تشوف مشاكل الفلاح شنية، ما عندنا. المواد الكيميائية مثل هسه هاي الداب او اليوريا والام بي كي غالية جدا، اسعارها حيل غالية. زراعة الاصناف النادرة من الفواكه على سطوح المنازل بدأت تنتشر في الآونة الأخيرة في بابل بعد تجربة كامل ناجحة. حسين العوادي، ون نيوز، بابل.